another area in the head and neck هي مجموعة السوفت تيشوز المغطية للنورمال لاترالس، تشمل ثلاث أماكن، ثلاث مناطق: temporal, infratemporal and parotid regions. إيه الفرق بينهم؟ إحنا لو بصينا على النورمال لاترالس نجد إن ده كان الانفيريور temporal line وده كان الزيجوماتيك أرش. لو نتذكر إن الانفيريور temporal line كان يمتد من تحت يعمل attachment يبقى هنا supramastoid crest اللي كان سرعان ما بيحصل له فيوجن مع الزيجوماتيك أرش. في هذا الركن المحدود بالتمبرال لاين من فوق ومن ورا السوبرا ماستويد كريست والزيجوماتيك أرش من تحت والفرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك بون من الأمام، كان هذا البوني ديبريشن عبارة عن فصة اسمها تمبرال فصة. هذه الفصة اوكيبايد بسوفت تيشوز تحولها من فصة إلى ريجون. الريجون الثانية اللي كان اسمها انفرا تمبرال، واضح من اسمها انها تحت التمبرال ريجون، بس تحت منين؟ تحت تمشي ديب تو ذا زيجوماتيك ارش. ده الزيجوماتيك ارش رسمينه هنا متشفف، فالمنطقة اللي داخلة ديب له اسمها انفرا تمبرال ريجون، وتشمل الانفرا تمبرال فصة والسوفت تيشوس اللي قاعدة بداخلها. إذا هذه المنطقة لا تظهر للعين إلا إذا كسرنا الزيجوماتيك أرش، لأنها تقع ديب للزيجوماتيك أرش، وفي نفس الوقت تقع ديب لستراكشر تاني هو المندبل، أكثر الريموس أوف ذا مندبل، أكثر الزيجوماتيك أرش مجموعة السوفت تيشو اللي مغطية الإنفرا تمبرال فوسة يسموها إنفرا تمبرال ريجون. أما سوبرفيشال ريموس اوف ذا مندبل من بره كانت الريجون الثالثه اللي اسمها الباروتيد ريجون. يبقى دلوقتي انا عندي في النورمال لاترالز اللي هو اللاترال سيرفيس اوف ذا سكال كان متقسم الى ثلاث مناطق: تمبرال ريجون، انفرا تمبرال ريجون، وباروتيد ريجون. ناخدهم ريجون ريجون كده. لكن قبل ما اتكلم على كل منطقه لوحدها اقول ان في قاسم مشترك يجمع هذه الارياز مع بعض. هذا القاسم المشترك ظهر في صوره اربع عضلات، واحده ماسكه في التمبرال ريجون، واحده ماسكه في الباروتيد ريجون، واثنين قاعدين في الانفرا تمبرال ريجون، يسموها المسلز اوف ماستيجيشن، وكانوا يشملوا اللي هم اربعه في العدد، يشملهم التمبوراليز اللي قاعده في التمبرال ريجون، مسيتر في الباروتيد ريجون، لاترال تريجويد وميديال تريجويد، وكل منهم قاعدين في الانفرا تمبرال ريجون. الان ناخدهم عضله عضله، نبتدي برقم واحد العضله الاولى اللي اسمها تمبوراليز. اول عضله في عضلات الماستيكيشن، وماستيكيشن يعني مضغ. لما نتكلم على اي عضله في جسم الانسان لابد هناك من اربع نقاط اساسيه: اوريجين، انسيرشن، نيرف سبلاي، اكشنز. الاوريجين والانسيرشن يشملهم مع بعض مصطلح تشريحي اسمه اتاتشمنت. اول عضله اللي هي التمبوراليز ماسل، ادي النورمال لاتراليز، ده اللاترال فيو اوف ذا سكال اللي هو النورمال لاتراليز. العضله بتاعتنا اللي اسمها تمبوراليز خارجه منين؟ خارجه الاوريجين بتاعها كان من ثلاث اماكن. الثلاث اماكن دول يشملوا التمبورال فوسا اللي هو البوني فلور اوف ذا تمبورال ريجون، والانفيريور تمبورال لاين، والفاشيه اللي مغطيها اللي اسمها تمبورال فاشيه. العضله دي زي ما احنا شايفين شكلها فان شيبت، بتنزل ديب، الانسيرشن بتاعها التندون بينزل تحت ديب للزيجوماتيك ارش، وهيحط الاتاتشمنت بتاعه في المارجنز اوف ذا كورونويد بروسيس، واخد التب والانتيريور بورتال والانر سيرفيس اوف ذا كورونويد بروسيس. هتاخد نيرف سبلاي من المانديبولار نيرف. احب اقول عن عضلات الماستيكيشن ان لها كاركترز متشابهه، زي ما كانت عضلات الفيس لها كاركترز متشابهه، عضلات الانفرات عضلات الماستيكيشن الاربعه لهم كاركترز متشابهه. من الكاركترز المتشابهه ان جميع هذه العضلات هتاخد نيرف سبلاي من عصب واحد اسمه مانديبولار نيرف اللي هو البرانش الثالث من البرانشز اوف ذا تريجيمينال نيرف. جميع هذه العضلات هتحط الانسرشن بتاعها في المندبل، وتاخد الاوريجن من الديفرنت بونز اللي بتكون النورما لاتراليز. فاحنا قلنا الانسرشن بتاعها في المارجنز اوف ذا كورونويد بروسيس، العضله دي كان شكلها فان شيب. الاكشن بتاعها هتشتغل على المندبل، هتعمل ايه؟ هترفع المندبل، يبقى اليفيشن اوف ذا مندبل. اليفيشن اوف ذا مندبل هي كلمه تعني كلوجر اوف ذا ماوس، اذا العضله دي هتساعدني على قفل الايه الفم بتاعي. الاكشن الثاني تعمل ريتراكشن اوف ذا مندبل، هتبرينج ذا مندبل باكوردز.
الاكشن الثالث هي انتي جرافيتي، الاوريجن بتاعها بالاحمر والانسرشن بتاعها بالازرق، هتشد المندبل تطلعه فوق فبالتالي تمنع سقوط المندبل، اذا هي انتي جرافيتي ماسل. دي العضله الاولى اللي اسمها تمبوراليس. العضله الثانيه اللي اسمها مسيتر، دي نورمال لاتراليس، ده الزيجوماتيك ارش، ده الريموس اوف ذا مندبل. المسيتر الاوريجن بتاعها هتطلع الاوريجن، انا هنعمله الالوان دي الوان موحده، هنخلي الاوريجن بالاحمر والانسرشن بالازرق. الاوريجن زي ما احنا شايفين كده اهو، شوفوا طالع منين، طالع من اللور بوردر والانر سيرفيس اوف ذا زيجوماتيك ارش، من هذا المكان. طب الانسرشن بتاعها فين؟ الانسرشن بتاعها طالع في الاوتر سيرفيس اوف ذا ريموس اوف ذا مندبل، تصل لحد الانجل زي ما احنا شايفين. يبقى هنا الاوريجن بتاعها وادي الانسيرشن. نيرف سبلاي مانديبولار نيرف، ليه مانديبولار نيرف؟ لانها من عضلات الماستيكيشن. ايه عضلات الماستيكيشن؟ عضلات المضغ الاربعه اللي موجودين في الديفرنت ارياز اوف ذا نورمال لاتراليز، ولهم خواص مشتركه، كانت منها انها تاخد نيرف سبلاي بالمانديبولار نيرف، ومنها ان هذه العضلات حتى الانسيرشن بتاعها في المانديبول، ومنها ايضا ان كلهم امبريولوجيكالي خارجين من ارش اسمه الفيرست فارنجيال ارش. تذكر ان عضلات الفيس كانت خارجه من السكند فارنجيال ارش. بالنسبه للماسيتر ماسل، هذه هي اقوى عضله في جسم الانسان، وترجع قوتها الى الهيستولوجيكال اركتكتشر بتاعه هذه العضله، الى ان معظم الفايبرز بتاعتها كانت ريد ماسل فايبر. الاكشن بتاعها الليفيشن اوف ذا ماندبل، زيها زي التمبراليز. الليفيشن اوف ذا ماندبل هي كلمه تعني كلوجر اوف ذا ماوس. تاني حاجه بروتوجن اوف ذا ماندبل، انها تدفع الماندبل للامام، تدفع الفك السفلي للامام. لاحظ ان التمبوراليز كانت بتعمل ريتراكشن اوف ذا ماندبل، اما الاكشن الثالث فهي انتي جرافيتي، الاوريجن بتاعها من فوق، الانسرشن بتاعها من تحت، هتشد تحت على فوق فتمنع سقوط الماندبل، اذا هي انتي جرافيتي ماسل. العضله دي قويه جدا في الاطفال، لو حطينا صابعنا فوق اي طفل حتى لو ما عندوش سنان وضغط على صابعنا هنحس بمدى قوه هذه العضله، وبنشوفها طبعا في حالات العض والمشاكل اللي بتعملها قوه هذه العضله. العضله الثالثه اللي اسمها lateral trigoid muscle، البي هنا سايلنت. lateral trigoid muscle والميديال trigoid دي من عضلات الانفرا تمبورال ريجن. ده منظر سريع للنورمال لاتراليس، احب انبه على النورمال داتا بتاعته. دي الزيجوماتيك بون، دي lateral trigoid plate، وده اسمه الريموس اوف ذا مندبل. دي كانت الهيد اوف ذا مندبل، ودي النيك اوف ذا مندبل، وده الكورونويد بروسيس. لاحظ الارتل trigoid لها تو هيدز، الاوريجن بتاعها بيطلع براسين اتنين، لها ابر هيد ولور هيد. الابر هيد تطلع من الجريتر وينج اوف سفينويد بون، والنهايه السفليه بتاعته اللي اسمها انفرا تمبرال كريست، وبالتالي هي ماشيه من تحت زيجوماتيك ارش. دي الابر هيد. اللور هيد تطلع من اللاترال سيرفيس لهذه البليت. مين البليت ديت؟ هي اللاترال تريجويد بليت، هو جزء من التريجويد بروسيس اوف ذا سفينويد بون. هتطلع من اللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد بليت، وهتشترك مع الابر هيد في انها تحط الانسرشن بتاعها في ديبريشن صغير في الفرنت اوف ذا نيك اوف ماندبل اسمه تريجويد فوفيا، او تريجويد فوس زي ما بيقولوا بعض الناس. النيرف سبلاي بتاعها هو المانديبولار نيرف، ليه؟ لانها من عضلات الماستيكيشن اللي خارجه من الفيرست فارنجيال ارش، وكلهم حاطين الانسرشن بتاعهم في المانديبول. الاكشن بتاعها العضلة الوحيدة من عضلات الماستيكيشن الأربعة اللي تعمل ديبريشن أوف ذا ماندبل. كل عضلات الماستيكيشن كانت بتعمل إليفيشن أوف ذا ماندبل، يعني كلوجر أوف ذا ماوس، باستثناء اللاترال تريجويد اللي حطت الإنسرشن بتاعها في النك، وكان الأكشن بتاعها هو ديبريشن أوف ذا ماندبل. هتعمل لي أيضا بروتروجن أوف ذا ماندبل والشيوينج موفمنت اللي هي سايد تو سايد موفمنت. لللاترال تريجويد بعض من الريليشنز المهمه، في ريليشنز ريليتد للابر بوردر، وفي ريليشنز ريليتد لللور بوردر، وفي ريليشنز بتوين ذا تو هيدز اوف ذا ماسل، بين الابر هيد واللور هيد، وهنتعرض للريليشنز ديت بعد ما نتكلم على الديفرنت ستراكشرز اللي هي ماشيه في هذه المنطقه. العضله الرابعه من عضلات الماستيكيشن، وهي من محتويات الانفرا تمبورال ريجون، اسمها ميديال تريجويد ماسل. الميديال تريجويد زي اللاترال تريجويد كانت لها اتنين هيدز، بس الميديال تريجويد هنا التو هيدز بتوعها، واحده سوبرفيشال هيد والثانيه كانت ديب هيد. السوبرفيشال هيد اخذت الاوريجن بتاعها من البروز اللي ورا السيرد مولر توس من المجزله، اللي اسمه ماجزيلاري تيوبروزيتي. اما ده السوبرفيشال هيد، اما الديب هيد تاخد اوريجن بتاعها من الميديال سيرفيس من هذه البليت. مين البليت ديت؟ هي اللاترال تريجويد بليت، بس من الميديال سيرفيس بتاعها هيخرج الهيد الثانيه اللي هي الديب هيد، يبقى تطلع من الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد بليت. اذا
ان اللاترال تريجود بليت هي تعطي الاتاتشمنت للميديال واللاترال تريجود، اما الميديال تريجود بليت فما لهاش علاقه بالاتاتشمنت اوف ذا تريجود ماسل. وعلى هذا الاساس كسره شد التريجود ماسلز على اللاترال بليت ادى الى البروتوجن في هذه البون وخلتها اكبر في الحجم من الميديال تريجود بليت. التو هيدز اوف ذا ميديال تريجود اللي هم السوبرفيشال هيد والديب هيد قاعدين ديب للريموس اوف ذا ماندبل، فيحطوا الانسرشن بتاعهم في الريموس اوف ذا ماندبل بس بالقرب من منطقه الانجل. النيرف سبلاي مانديبولار نيرف، ليه مانديبولار نيرف؟ لان المانديبولار نيرف هو المسؤول عن تغذيه عضلات الماستيكيشن بالموتور نيرف سبلاي. الاكشن بتاعها زي بقيه عضلات الماستيكيشن باستثناء اللاترال تريجود طبعا، تعمل اليفيشن اوف ذا ماندبل بروتروجن اوف ذا ماندبل وتشترك مع الميدي مع اللاترال تريجود فانها تعمل حركه الطحن الاكل اللي هو السايد تو سايد موفمنت اللي هي الشيوينج موفمنت، حركه المضغ اللي هي طحن الطعام بتحريك الفك على الجانبين.